بدأتي؟ طيب دلوقتي احنا هنعمل نتيست السنسور الغاز يا جماعة. الفكرة ببساطة ان هو ما بيسنس غاز بينور لنا الليد اللي موجودة معانا دي. فهنبدأ نسنس الغاز، ندخل على الكود بتاعنا وبعدين نكتب الكود بتاعنا ان هو معمول سي بالنسبة للغاز عشان يسنس بصورة اسرع. كده الكود بيرن زي ما انتم شايفين كده، بيقول لي ان البيئة بتاعة الكود نفسه الكول انفيرتمنت مفيش اي حاجة. طيب لو استخدمنا الولاعة دلوقتي طلعنا غاز، الليدية نورت ولسه لسه بيسنس الغاز تاني اهو. الليدية نورت اهو، لسه فاضل فيه غاز عنده فبيسنس. عندي هنا في الكوماند لاين اتغير بقى جاز ديتكت، بيقول لي ان هو بيسنس الجاز، جاز ديتكت بيسنس الغاز، الجاز ديتكت اهو في الكوماند لاين. اوكي فده يعتبر اول سنسور للايه، للجاز. طيب ده دي. طيب دلوقتي هندخل على سنسور الحرارة، ندخل على اللايبرري بتاعتها خلاص، بعد كده نرن الكود. بتاع الحرارة وقيس الحرارة والرطوبة ودرجة الفهرنهايت. كده الكود بيرن، درجة الحرارة زي ما انتم شايفين 27 سيلسيوس و 18% رطوبة. عندنا على الموبايل درجة الحرارة 26 سيلسيوس و 72 فهرنهايت والرطوبة 18%. لو بصينا على الموبايل بتاعي نفسه درجة الحرارة نفسها 80% فهرنهايت، هي فرق بس 2% بس، مش يعني مش اكسري لان احنا قاعدين في التكييف، فممكن يكون ممكن اساسا يكون الويب نفسه جايب من البراوزر بتاع الويب نفسه، لازم اكون شغال نت على الموبايل. فكده ده سنسور الحرارة بالرطوبة بالفهرنهايت. اوكي ماشي، هنصور اخر حاجة. اللي هو الكاميرا، كاميرا ندخل على الكود بتاعها. احنا ممكن نفتح الكود نشوفه برضو لو عاوزين، بس مش وقته، نشغله الأول. بايثون بايثون اب. كده الكاميرا رنت، بس الفكرة كلها ان احنا عشان ندخل نشوف الكاميرا لازم ندخل البراوزر بتاعنا ونشوف لايف. فهنكتب دلوقتي البراوزر هنا اللي هو بتاع الكاميرا نفسه، ده هو 60 دوت، هو مش 8000، هو 5000. حافظ كمان اشتغلنا كتير عليها يعني. فالكاميرا اوريدي مفتوحة. لا